السلام عليكم. بعد القصف اللي طال قاعدة الدعم اللوجستي الأمريكي عند البرج 22 في الأراضي الأردنية قرب المثلث الحدودي السوري الأردني ومقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة العشرات في حادثة هي الأولى التي يسقط فيها جنود أمريكان قتلى بشكل معلن منذ بدء الحرب على غزة واستهداف المصالح الأمريكية. وعلى ما يبدو أنه تصريحات المسؤولين الأمريكان أنه المنطقة على موعد مع تصعيد غير مسبوق، حيث توعد بايدن بمحاسبة كل المسؤولين عن الهجوم في الوقت المناسب وبالطريقة اللي يختارها. وفي ردود الفعل الأمريكية الأخرى دعا مشرعون بالكونغرس إلى عدم التسامح مع الهجمات التي تستهدف القوات الأمريكية، بينما ذهب البعض منهم إلى الحد المطالبة بضرب أهداف داخل إيران التي تتهمها الولايات المتحدة بالوقوف وراء الهجوم. والخارجية الإيرانية على الرغم من نفي الخارجية الإيرانية هذه المزاعم والتي عدتها باطلة مؤكدة أنها مؤامرة لمن مصلحتهم جر أمريكا إلى معركة بالمنطقة، وأضافت أنه القوات المقاومة لا تتلقى الأوامر من طهران وقراراتها بالدفاع عن الشعب الفلسطيني يتخذ بشكل مستقل. أما في العراق فإن الحكومة استنكرت الهجوم ودعت إلى وقف دوامة العنف مع استعدادها للعمل على رسم قواعد التعامل الأساسية تجنب المنطقة المزيد من التداعيات والحيلولة دون اتساع دائرة الصراع. هذا ما تنادي به جميع الأطراف المشمولة بالمعادلة خلافاً للواقع الذي يغير أقطاب هذه الدائرة تصاعدياً بشكل شبه يومي. نرحب بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وارحب بضيوفي الدكتور حيدر البرزنشي رئيس مركز الوان للحوار، والدكتور احمد الشريفي الخبير الامني والعسكري، ومن اربيل الاستاذ كاظم الجحيشي السياسي المستقل. حياكم الله، اهلا وسهلا بكم. حياك الله. الله يحييك. اهلا ومرحبا دكتور. منو اللي تبنى هذا القصف ومنو اللي قصف القاعده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هسه انا اجاوب على هذا السؤال لو انت المقاومه هي تجاوب. تحيه طيبه لجنابك ولضيفيك ولمتابعي قناتكم. واقعا تبنت المقاومه هذا العمل وقالت احنا اللي قصفنا، لكنه هذه المره خرجت الطائرات المسيره من سوريا وليس من العراق. وتعرف في الوفد التفاوضي اللي ذهب قبل اشهر الى الولايات المتحده الامريكيه فصلت الساحه السوريه عن الساحه العراقيه، بمعنى انه كل ما يخرج من سوريا العراق غير معني به. لكن المقاومه العراقيه هي من وين هي استخدمت الاراضي السوريه من اجل قصل هو لذلك اقول لك هسه الان حتى بيان الحكومه وبالتالي ما تستطيع الولايات المتحده اليوم تجي ترد داخل الاراضي العراقيه. هي اللطيفه هنا المقاومه تستهدفهم ويستهدفهم مقرات الحشد الشعبي، يعني اجهزه امنيه. زين، سروح استهدف المقاومة لا تستهدفوا المقرات الأمنية تابعة للحشد. بالتالي تبنت المقاومة، هو مو شيء جديد بصراحة أستاذ محمد، يعني أقصد مو شيء جديد على نحو التصعيد اللي صار له تقريبا 3 أشهر أو 4 أشهر. دوامة الصراع والنزاع ليست محل حديث الآن. المقاومة تقول نحن جزء من هذا المحور بكل وضوح وبكل شجاعة، ونستهدف كل المصالح الأمريكية في المنطقة، وبالتالي ما لم يتم إيقاف آلة الاستنزاف والقتل الصهيونية ما ممكن أن نتوقف نحن. وأيضا مطالب قضية انسحاب القوات الأمريكية من العراق، هذه أيضا إضافة إلى ملفات أخرى، الحرية وإنهاء الهيمنة الوجودية إذا كانت اقتصادية أو سياسية أو أمنية في العراق أيضا جزء من مطالب المقاومة. فهذا اللي حدث، لكنه اللي يسجل انها الضربه الاكثر قوه او الاعنف، بحيث انه بايدن يقول اصبنا في اكبادنا وتالمنا كثيرا
فقدنا طبعا الحديث عن الأعداد القتلى والجرحى ما أعتقد أنه صحيح. أكو أكثر بكثير. أكو أكثر. أكو أكثر. نعم. يعني لم يعلن عنها. ما تم الإعلان. الإعلان تم عن 3 قتلى و34 جريح. يمكن يكون العدد أكبر. والتصعيد أول مرة يكون في المنطقة. يعني كذلك إيران لم تتبنى تقول ما لنا علاقة. أكيد. هسه راح نجي على هذا. بس خلينا نروح على الدكتور أحمد. دكتور أحمد، هاي القاعدة شنو؟ وين بالأراضي؟ الأردن نفت أن تكون هاي القاعدة داخل أراضيها. هي وين بالضبط؟ وشنو مهامها هاي القاعدة اللي انضربت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالحقيقة هذه القاعدة تقع جغرافياً على خط التماس الحدودي الذي يربط بين 3 دول، هي الأردن، العراق، سوريا. لكن هي من حيث الموقع الجغرافي هي في الأردن. هذه سابقة إن كانت أحد الأبراج، كان أكو مشروع في فترة إبرام اتفاقية تعاون مشترك ودفاع مشترك عام 2021. أمنت نظام يسموه نظام الحدود الآمن الولايات المتحدة بإنفاق من الولايات المتحدة للحدود الأردنية. زين. شكلت فيها أبراج. يعني مهماتها بالأردن لو بالعراق هي. هي لا بالأردن كموقع في الأردن. لكنه لمن تستخدم؟ ومع من تتعامل؟ هذه القاعدة تبعد بمسافة تتراوح بين 20 إلى 22 كيلو عن قاعدة التنف. زين. قاعدة التنف موجودة في سوريا. وهي عرضة للاستهداف من قبل الفصائل. طبعا قاعدة التنف بالأساس تعد قاعدة الدعم اللوجستي الساند إلى قاعدة عين الأسد. ليش؟ لأن هذه الجغرافيا أساسا التي تربط قاعدة عين الأسد مع قاعدة التنف تدخل في جغرافيا يطلق عليها بالجغرافيا ضامنة للأمن القومي الأمريكي. الأمن القومي الأمريكي فيه بعدين، بعد أمن الطاقة وبعد أمن الحلفاء. أمن الحلفاء يتكامل في هذه المنطقة على اعتبار هذه المنطقة تشكل الحزام الضامن للعمق الاستراتيجي لإسرائيل على مستوى الجبهة الداخلية. يعني هاي المنطقة هاي أهميتها. هاي أهميتها كأطلالة. يعني كمدى بقدر تعلق هذا الأمر أنه هل هي القاعدة هي لا زالت برج أم أنها أصبحت قاعدة إسناد لوجستي لقاعدة التنف؟ شنو؟ الأمريكان أساساً قواتهم قوات محمولة جواً. فأي تموضع لهم خارج حدودهم ما يسمى معسكرات، مثل ما احنا عندنا الفهم التقليدي في المؤسسة العسكرية. هم يعتمدون اسلوب او مصطلح القاعدة حتى للتموضع البري العسكري تكون قواعد. ليش؟ انه هي القوة اساسا قوة محمولة جوا، احنا نطلق عليها بالقوة المجوقلة. فتحتاج الى مهابط سمتيات فهي او طائرات ثابته الاجنحه. زين، هاي بيها مهابط هاي القاعده. هذه بعد هي قاعده، يعني كتسميه هي قاعده لم تعد برجا اسوه بالشريط الحدودي الاردني. زين. اللي هو ضمن البرنامج الامريكي لحمايه الحدود من التسلل ومن الاختراقات الارهابيه. وانما تعد قاعده دعم سانده الى قاعده. زين دكتور، ذولي شنو شغلهم هنا بهاي المنطقه؟ يعني هم جزء من هذا الموضوع، قاعدة التنف، قاعدة عين الأسد. أكو 15 تموضع أمريكي في الأردن. زين. واحدة من هاي المواضع هي هاي القاعدة. هذه يتواجدون فيها أمريكان. ليش؟ حكم قربها من قاعدة التنف. بيها العدد بحدود 350 مقاتل بين جندي ومقاتل. تقدم الدعم اللوجستي للقوات البرية والجوية. وفيها نظام يعني أشبه بالنظام المتكامل في مسألة التعاون في الرصد والاستمكان الجوي وما إلى ذلك. هذه القاعدة يعني في تقديري ستشكل دالة في أزمة إقليمية لا نستبعد فيها الحرب الإقليمية. السبب لأنه كموقع جغرافي هي بالأردن وليست في سوريا. هسا الأردن ليش ده تنفي؟ بس الأردنيين يعني نفوا بيان رسمي إنه هاي القاعدة مفهوم في أراضيهم. قالوا هم أساسا الأردن لا ترغب في أن تشترك في المعادلة خشية إنه لا اقتصادها يحتمل ولا وضعها الإقليمي يحتمل أن تدخل طرفا في الحرب. زين.
فلذلك هم شو يقولون؟ يقولون انه احنا غايه تعلق الامر بالموقع هو موقع كان برج للمراقبه لاغراض التسلل وما الى ذلك، تحول من قبل الامريكان الى قاعده اسناد لوجستي. هذه القاعده استهدفت. هسه اذا قالت الاردن اذا هي تابعه لهم ضمن التموضع الامريكي، فمعنى ذلك انه تم استهداف التحالف الاستراتيجي بين الاردن وبين الولايات المتحده. والولايات المتحدة في حال وجود أي حرب راح تستهدف الأردن. الولايات المتحدة راح تقول أنتم الآن الأرض سوريا حليف استراتيجي إلى روسيا. زين. وهي مرتبطة باتفاقية إطار استراتيجي ودفاع مشترك مع الروس. الاستهداف فيها وفي ذات الوقت سوريا المن حليفة إلى إيران. لإيران. من تكون ساحة لتصفية الحسابات مقبولة على اعتبار وجود الفصائل، هي الفصائل حليفة لإيران. الوجود الأمريكي يضفي شرعية لأنه إيران لديها تحالف مع بشار الأسد منذ عام 2006. الروس عندهم تحالف مع بشار الأسد منذ عام 1982 طبعاً الحرب العراقية الإيرانية. فالمبرر أنه ساحة هي أساساً للحرب كل من العراق وسوريا. دخول الأردن في المعادلة الخطورة تكمن هنا. التموضع الأمريكي كان يتصور لذلك مكشوفين طبعاً الدرون وين وقعت؟ وقعت قرب منطقة سكنية يسكنوها الجنود الأمريكان. ليش؟ لأنه كانوا يتحركون بأريحية إدراكا منهم أنه ما راح ينضربونهم. هم وين؟ بالأراضي، الأراضي الأردنية. زين. طبعا الأردن محرجة لأنها لم تتمكن من الرد وإسقاط الدرون قبل تنفيذ المهمة. أنه إذا الأردن ثبت بالدليل أنه صارت الحادثة على الأردن فلا بد من أن تبدي الأردن رد، فمعنى ذلك أن الأردن ستشترك في معادلة هي لا ترغب فيها لأنه يعني كما قلت اقتصاد الأردن وضعها تعبان. إذا نحن أمام تشظي للمرحلة تشظي خطر. نرجع مرة ثانية يعني تفكيك هذه التفاصيل، بس خلينا نروح لأستاذ كاظم الجحيشي. حياك الله أستاذ كاظم. الله محييك أخي العزيز. قصف لقاعدة وخسائر قوية عند الأمريكان، و نفس الرئيس الأمريكي يطلع في مؤتمر صحفي ويتحدث عن خسائر كبيرة جدا في قواته، وين واصلين ورايحين إلى أي مرحلة؟ نعم، بدءا تحية لجنابك أخي العزيز وإلى ضيفيك العزيزين وإلى مشاهدينا وأهلنا العراقيين في كل مكان، تحية لكم. حقيقة القصف الأخير الذي أطال الأمريكان، حقيقة أنا ما يهمني الأمريكان لا من قريب ولا من بعيد، أنا الأمريكان ما يهموني بقدر ما يهمني العراق، بقدر ما يهمني سيادة العراق، بقدر ما يهمني الدم العراقي، بقدر ما يهمني الشهداء اللي راح تسقط نتيجة هذا القصف من أبنائنا العراقيين المظلومين. خليش أقول المظلومين، ليش؟ لأنه بالأمس القريب في جرف الصخر من أبناء الحشد الشعبي، هؤلاء الشباب اللي سقطوا رحمة الله على روحهم وهم شهداء إن شاء الله، سقطوا من بسبب أنا أعتبرها عبثية أخي العزيز. هاي عبثية أن تقصف قواعد أمريكية وعندك تفاوض. راح أتحدث بالقانون، لا أتحدث بمجادلة أو ما شابه، عندي قانون أتحدث به وعندي أطر دبلوماسية أتحدث بها. المقاومة طلبت من الأمريكان أن يخرجون وقصفت عدة مرات، وقصفتنا هنا في أربيل بمسيرات، وقصفت بغداد مطار بغداد. أنا عندي قلت لك أتحدث بالتقارير الحكومية. رئيس الوزراء خرج في التلفزيون قال أن هذه المجاميع هي مجاميع إرهابية، لأن ماكو مقاومة تقصف مبنى الأمن الوطني، هذا المبنى اللي 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 يحمل في طياته من الضباط الأبطال اللي يحافظون على أمننا وسهر الليالي ويجي يقصفوا حجة المقاومة. يا مبنى من عدتين أستاذ كاظم، يا مبنى رئيس الوزراء أطلق عليهم مجاميع قصف السفارة. طيب أنا بالنسبة لي كمواطن عراقي وكمراقب أخذ بكلام من؟ أخذ بكلام فلان وفلان؟ لو أخذ بكلام أعلى سلطة في الدولة وهرم الدولة وهو السيد محمد الشياع السوداني المحترم اللي هو نتاج الإطار، مع احترامي للألقاب والذوات. هذا واحد. اثنين أستاذنا الفاضل، اثنين السيد رئيس الوزراء نتيجة للقصف المتكرر ونتيجة للدماء اللي سالت على أرض العراق من أبنائنا في جرف الصخر وفي بغداد عقر دارنا، خلينا نقول آخر شهيدين رحمة الله على روحهم، قال أنه قرر واتخذ على عاتقه تشكيل لجنة
هذه اللجنة تحدد من القادة العسكريين ومن الجميع لأجل تحديد الآليات الفنية التي من خلالها نقدر نحدد جدولة أو انسحاب أو ذهاب إلى القواعد أو كثيرة. هي أهم شيء تحققت هذه اللجنة وتحقق الاجتماع الأول وكليتنا كعراقيين ومراقبين استبشرنا خيرا. زين احنا شنو هذا التناقض؟ يصير اجتماع والسيد رئيس الوزراء هرم الدولة، رئيس وزراء العراق، القائد العام للقوات المسلحة هو يكون بالاجتماع هو اللي يديره، وبالاخير يضربون مرة تمام ثانية. تمام انا بس يعني اكو سجال سياسي حول هذا الموضوع. يعني هسه اذا المقاومة العراقية يقول لك احنا ندعم غزة والأمريكان هم المساند الأول والأكبر للكيان في غزة، وبالتالي المصالح الأمريكية بالنسبة إنه هدف وين ما تكون قام يصيحون عليهم. نشوف إحنا غزة كل يوم. بس خلك كمل سؤالي، بس أكمل سؤالي إذا تسمح لي. قام يصيحون عليهم ليش وين وهذا اللي قاعد يطيرون بالشي اسمه وكل شيء ما مسوين ولا لا 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 بهالطريقة. اليوم ضربوا وأذوا الأمريكان، هسه الخطاب الجديد يابم والحكومة قاعد تتفاوض وقاعد كذا وقاعد كذا. زين هسه كل شيء يسوون لازم أكو شيء واحد يقول لهم لا مو هاي القصة، لا مو هيك، مو هالطريقة، مو بها صحيح. شو يسوي الناس؟ هاي الناس تقول لك إحنا نقاوم الوجود الأمريكي بالمنطقة. هذا الوجود الأمريكي بالمنطقة خطر علينا، وقاعد قاعد يقتل أبناء غزة يوميا بالآلاف، جرائم قاعد ترتكب، واحنا كل شيء ما كل شعوب المنطقة ما مسوي شيء. احسنت استاذ الفاضل. خلي انا اوجه لك الى مسألة. كل الشعب العراقي 42 مليون نسمة كلهم مع غزة ومع عدوان ومع التنديد والاستنكار بالعدوان الهمجي من قبل الكيان الصهيوني الغاصب الى الارض، كل اللي تم اتفقنا على هذه المسألة. ولكن استاذنا الفاضل، لو نكون احنا دولة لها القيمة الاعتبارية، لو نكون احنا دولة نضحك العالم علينا، راح اعطيك الدليل شلون نضحك العالم علينا. كل دول المنطقة، ذاك اليوم طلع خبير سعودي يعرف المادة 9 اللي هي أمامي من الدستور، المادة 9 الفقرة باء يقول يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة. طيب احنا نصيح مقاومة بعيني، والله بعيني على راسي مقاومة. طيب المقاومين أنا وجهة نظري إن كان إذ هؤلاء مقاومة ونتشرف بهم، أما كان الأجدر إخراج المقاومة من التيار الصدري الموجودين بالسجون وحتى يعاونون إخوتهم يطلعون، أما كان الأجدر يطلعون المقاومة الموجودة من الفلوجة والأنبار يطلعوهم حتى يعينوهم لهذول الشباب زين عدة عدد وخير من الله ومدربين. شنو سلطتهم؟ نعم. شنو سلطتها هاي الفصائل إنه طلع الناس من السجون؟ لا الطالب بيهم، هي مو مقاومة وقادة المقاومة وعدهم نفوذ على الدولة. يعني هسه أسألك بالله رئيس الوزراء قاعد يتفاوض، هي بالعقل كل الدول والتحررية، وهي أمامي كتاب كل الجهات والفصائل التحررية في كل دول العالم، من يصير هيك موضوع شو يسوون؟ ينطون هدنة. مثلا الفصائل شنو طلباتها؟ طلباتها انه تأذي الامريكان تخرجهم من العراق، وشرف وعزه انه ان يخرجون من العراق على راسي. ولكن انت بالنسبه لك لو تخليها بخانه رئيس الوزراء يتفاوض معهم لوجستيا، لو تقول للرئيس الوزراء بس الامريكان استاذ كاظم، الامريكان ما عندهم نيه. يعني ما سمعنا تصريح امريكي لحد هذه اللحظه مطمئن، وانت تعرف اللعب الامريكي. يعني ما شفنا، انا ما شفت تصريح عند الامريكان يتحدث عن انسحاب وشيك او امكانيه الانسحاب. تكتر اقول له تكتر اخي العزيز، تكتر خلي احنا نطلعهم. لو نصير دوله المقاومه تحكمنا وخلي نطلعهم. لو احنا مو الرئيس الوزراء مو خلينا، شوف استاذنا الفاضل الله يرضى عليك، اعيد الكيف مره ثانيه، خلينا السيد رئيس الوزراء بموقف محرج، خليناه بموقف محرج وهو القائد العام للقوات المسلحه اللي هو رئيس وزراء. هسه هاي وضحت، هاي وضحت، خلت حجمها قدوته، وضحت. خليني اخذ وجهه نظر ثانيه دكتور حيدر. يا اما نروح باتجاه رئيس الوزراء ونروح بتفاوض وتمشي الامور بهذه الطريقه، ورئيس الوزراء شكل لجنه وقاعد يتفاوض، يا اما نروح الى مقاومه هي متخذه قرارها بالمقاومه وما سبب احراج الرئيس الوزراء. يقول لك الرجال
أستاذ كاظم يقول لك خلوا رئيس الوزراء يصير الكبرى. لا، رئيس الوزراء كبير. إيه. بإخوت المقاومين يكبر مو يصغر. يعني مع احترامي وجهة النظر لكنه غير منطقية. شنو مو منطقي به؟ أولاً 2011 شلون خرجوا الأمريكان؟ خرجوا بالتفاوض لو خرجوا تحت ضربات المقاومة من 2008 لحد 2011. ثم جد عدد المقاومين الموجودين الآن بالسجن؟ أكو إحصائية معينة لو دول أكو بيهم جرائم يعني جرائم ما تخص المقاومة أصلاً. زي. جريمة منظمة. وبها قتل، سرقات، كذا، وإذا أكو مقاوم فبالتالي أكو إجراءات قانونية، وإحنا مع إخراج كل مقاوم لا جريمة منظمة له، يعني لو قتل لو سرقة لو كذا طبعا أكيد. زين. بالنتيجة هناك أدوار ووحدة هدف المقاومة والسيد رئيس الوزراء والحكومة تريد أن تخرج المحتل من العراق. هسه هذه الهيمنة عوف قضية المحتل، الهيمنة الأمريكية الأمنية اللي هي تسود الأجواء العراقية وتقصف كما يحلو لها. إيش هي المرة الأولى؟ ثم الهدنة موجودة سنة وشهرين من عمر الحكومة لم تقم المقاومة بأي عمل. قالوا ها وين المقاومة؟ صرتوا أصدقاء السفيرة كذا ما أعرف شنو هذا الحكي. نفسهم هم نفسهم اللي يطلعون حدثون المقاومة تقصف الأمريكان خارج الحدود في بلدان أخرى. يقول لك إحنا بلد نريد نستقر، شلون بالله بيكم؟ يقعدون يقولون ها شو خفتوا؟ إيش عجب؟ أنتم مو مقاومة؟ وين دوركم؟ وين فعلكم؟ هذه ما نخلص، ما تخلص. هو أكو عقدة حقيقية، أكو مشكلة بنيوية لدى من يشكل العداء للمقاومة. أنا أقول لك إذا ماكو احتلال وإذا ماكو اختلال، أنا أول واحد يعترض على أي حركة تصير. ما عندنا ماكو داعي بعد المقاومة. مقاومة مو فقط مقاومة فكر، زين، بناء، عطاء، مو فقط صواريخ. هسه ضرب 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 هدف أمريكي في دولة أخرى ما راح يعقد المشهد أكثر؟ العراق مو جزء منه عزيزي استاذ محمد، مو جزء من هذا الموضوع. لا، العراق هو المقاومة مو هي اللي تحرج رئيس الوزراء. الأمريكان هم اللي حرجوا رئيس الوزراء، هم اللي بدأوا يقصفون. أنا قلتها وأذكرها مرة ثانية. طلبوا إيقاف استهدافهم حتى يجلسون إلى طاولة الحوار، طلبوا 15 يوم. وأنا ذكرتها سابقا. ولكن وصلوا إلى نتيجة، تعالوا نجلس إلى طاولة حوار نتفاوض. لكنه التفاوض لا يمكن أن يتم بجهة واحدة وبصيغة واحدة، يجب أن تكون هناك صيغ متعددة. أنا مع أمن بلدي، مع استقرار بلدي، مع إطلاق اليد الحكومة، مع الجهد السياسي الذي تحقق ولم يتحقق على مدى سنوات، وأول مرة يكون هناك إجماع وطني. الكرد نزلوا بيان، أقصد هنا المكون السياسي الكردي، المكون السياسي السني أيضا أنزل بيان ورحب، لكنه بحقيقة الحال هم كانوا يلعبون على التوازنات. من هم؟ الأمريكان. عندنا قرار مجلس النواب. شلون يلعبون على التوازنات؟ بأي طريقة؟ يمزقون وحدة النسيج السياسي، بمعنى أنه الكرد يطلع في تصريح رسمي يقول أنا بحاجة إلى الأمريكان، وإحنا وضعنا الأمني ما زال غير مستقر وكو تهديدات داعش. إجا رئيس الوزراء قال لهم لا، أنتم مشتبهين، العراق والجيش العراقي الحشد الشعبي عنده قدرة وقوة يستطيع أن يتحر بها التنظيمات الإرهابية كما حققها في السنوات السابقة. أنا ما أعرف ليش نستصغر نفسنا وليش ما ننطي قيمة حقيقية لموقعنا. ثم من منع تسليح الجيش العراقي؟ لو كانت عندنا دفاعات جوية، لو كانت عندنا مضادات للطائرات، لو كانت عندنا طائرات يعني مو الآن عندنا F-16 لكنها غير كافية مثلا. أكو مشاكل في التسليح صارت، من اللي يوقف عارض تجاهها؟ مهم ولا بنكان بس الان 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 الحكومه قاعد تتفاوض وانت قاعد انا ما قاعد تضرب اهداف، يعني انت ما قاعد تعطي الحكومه ما قاعد تسوي لها مشكله. انا ما اعطى مساحه كليه للحكومه مع التوافق ما بين الامرين، فكلاهما يصب في مصلحه البلد. زين. لا مع احراج الحكومه ولا مع، لانه لا اثق بالامريكان ولا اثق بما يخرج عن الزوائد الامريكيه لانها تريد ان تسوف. ولذلك الحكومة ماذا قالت؟ قالت سوف تخرج أو يخرج الأمريكان والتحالف الدولي خلال هذه الفترة الحكومية، يعني قبل أن تنتهي فترة ولاية السيد رئيس الوزراء، حتى لا يسوف الأمريكي ويقول الوقت غير كافي وممكن أن ننتقل إلى حكومة أخرى. هو ليش يريد يسوفون؟
وبرايك ليش بعد يومين سيد رئيس الوزراء سوى جلسه؟ زين، لانه يعرف اكو ماكو جديه، وهاي اقولها واكررها مره اخرى، قالها رئيس الوزراء الاسبق سيد المالكي، طلبوا منه ان يخرجوا ليلا خوفا من ضربات المقاومه. يا اخوان، مقاومه مو عدو للعراق ولا عدو للدوله العراقيه، ولا تريد ان تستهدف او تستنزف. الان اليوم الحكومه العراقيه يعني ادانت هذا القصف للقاعده الامريكيه. هو هي الحكومه العراقيه تقول انا ما سويت هذا الفعل ولا اقبل بهذا الفعل على اراضي. هاي الحكومه لها موقفها الخاص، انا مو متحدث باسم الحكومه. زين، هي تعرف موقفها. هسه هذه رفع الحرج، دفع الضرر، كلها موجوده وارده. لكن بنفس الوقت مقاومه هي ده تعلن. احنا اخي مشكله وين؟ مقاومه مو جزء من الشعب لو مو جزء من الشعب، جزء من التفاعلات المجتمعيه لو مو جزء. بس اكو ناس ما ترضى بعملها، تعتبره عدائي، هذا ايضا جزء من تفاعلات الشعب. الحاكم والمحكوم، الحاكم يجب ان يراعي كل هذه الظروف. نعم، تعقيدات، اشتباكات، الموضوع مو اجى الان رئيس الوزراء وشاف اكو مقاومه والتفت الها، موضوع منذ بدايه الاحتلال الى الان. فبالتالي نحتاج الى اكثر تفاهم والى اكثر جديه من الجانب الامريكي قبل ان يكون جديه من الجانب العراقي. مثلا يعلنون بالميديا صارت انه جبنا 2000 مقاتل جديد. سمعت هاي بها؟ هذا شيء شدل دل تحدي، ما دل اكو رغبه حقيقيه. زين، فبالتالي انت ليش تحمل المقاومه كل شيء ولا تستطيع ان تحمل الامريكي اي شيء؟ ولا تريد ان تتحمل الحكومه اي شيء؟ كلاهما لهم دور، كلا الى دور. نعم، يجب ان يتم التوافق والاتفاق، بس مو بهذه الطريقه اللي يريدوها. تمام، هذا من هاي وجهه النظر. الحكومه تقول احنا نريد نطلع الامريكان، الامريكان يقول احنا راح نرسل لنا 2000 ما ادري 1500 مقاتل. حتى 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 اذا كان بطريقه الاستبدال، لا تصريح امريكي الى علاقه بالانسحاب لحد هذه اللحظه. يعني الامريكان ما مفكرين ينسحبون من العراق، كل المؤشرات على الاقل في وسائل الاعلام اكو شيء من الداخل مختلف. ومن يقتنع ان الولايات المتحده دخلت الى العراق لتخرج؟ ما هي اساسا الولايات المتحده غيرت النظام من اجل ايجاد خارطه نفوذ جديده لها في المنطقه. زين، والا صدام لم يكن بعيدا عن لعبه التوازنات الاقليميه وحروب النيابه واضحه جدا. فاذا دخلت باتفاق مع المعارضه العراقيه جميعا، لا استثني منهم احد، زين، ان يصار الى تغيير نظام صدام حتى ياتي نظام حاكم حليف الى الولايات المتحده. ما الذي غير المعادله؟ اثنين، ما الذي يجري في غزه؟ عام 1999 ابرمت بريطانيا اتفاق مع ياسر عرفات في استثمار غاز مارينا او مارينا، حق المارينا اللي هو ضمن اطلالات غزه. توقف هذا وطلعت حماس واصبحت حماس معارضه حتى يصير حجب للاطلاله البحريه. زين، هذه في عام 1982 يتحدث عنها بريجنسكي، قال انه الحرب العالميه الثالثه هي حرب غاز واطلالات بحريه. في ذات العام اللي يتحدث به بريجنسكي دخلت روسيا، وكان انذاك صدام في حرب مع ايران. في ذات العام دخلت روسيا قالت لا تستثمر الغاز في العراق، لا تستثمر الغاز في العراق، مقابل انه احنا ندعمك بالسلاح حتى تديم زخم مع حربك مع ايران. ما الذي غير المعادله؟ هسه هاي معادلات سياسيه تتغير. طبعا انت من تدير معادلات سياسيه باستمرار، انت من تدير ازمه، ما تدير ازمه عبر شعارات وانفعالات، انت تدير ازمه عبر توازنات واداره الصراع. زين، وين الشعارات والانفعالات في الموضوع؟ انت عندك، لماذا حصلت احداث غزه؟ الان احداث غزه ترقب الايام القادمه، ما الذي سيحصل؟ الذي سيحصل انه احداث غزه ستنتهي الى تسويه. في هذه التسويه تدخل المملكه العربيه السعوديه كلاعب فاعل، وهي اللي تدير مرحله التسويه، وال 25,000 يروحون اسوه بالالاف اللي راحوا من العراقيين في القاعده وداعش. تقدر تقول لي اكو احد من صانع القرار السياسي في العراق قال شنو اللي صار بالقاعده؟ وين الدماء اللي سقطت بالقاعده وهاي لاعيب القاعده؟ من بعدها داعش. من الذي مول؟ من الذي كسر الحدود؟ من الذي دعم؟ من الذي مكن داعش حتى خرجت؟ الى الان ما نعرف. ما هي نتائج التحقيق في سقوط ثلث العراق؟ زين، وبالمناسبه احنا في الموجه الاولى، هسه هاي الاشارات شنو لخص لي اياها؟ الموجه الاولى ما يتعلق بموضوعنا هسه، يعني ما يتعلق بحركات المقاومه اللي
تستهدف الأمريكان. المهم احنا بهذا انا في توقعي مع دخول الأردن ستفتح أبواب أزمة إقليمية لا نستبعد فيها أن تكون حرباً إقليمية. حرب إقليمية بين. إذا حصلت الحرب الإقليمية. بين. حرب إقليمية غير مستبعد. أما الولايات المتحدة أن توسع ضرباتها في كل من العراق وسوريا. ولا نستبعد أن تكون ضربة في الداخل الإيراني. السبب إنه إحنا عندنا قبل حوالي شهر كان هناك تواجد لطائرات. هذه الطائرات إحنا نحسبها حسابات دقيقة. زين. دخلت الى المنطقه طائرات الاف 35 او دخلت الاف 15 سترايك ايجل. هذه الضربات الجويه الدقيقه. زين. قبل اكثر من 48 ساعه اعلنت بريطانيا عن دخول بحدود 6 طائرات للارضاع الجوي ريفيلينج. زين هذا شو نسوي احنا طائرات الارضاع الجوي في هذا التوقيت؟ وش نسوي بطائره الاف 35 في هذه المنطقه؟ زين. اللي هي طائره شبح وقادر على ان تتخطى كل منظومات الدفاع الجوي. وشن سووا بالF-15 سترايك إيجل القادرة على أن تتملص من الرصد الراداري بسبب الارتفاعات المنخفضة واللي تحمل قنبلة؟ زين شنو الحل؟ شنو الحل؟ شنو الحل إذا وجود قوات أجنبية على أراضيك؟ والقوات الأجنبية مو أبرمت وياكم اتفاقية قبل لا تتشكل حكومة السيد السوداني كيف تشكلت؟ صار عندنا مجزرة بالمنطقة الخضراء واقتتال. وعلى أساسها تشكلت حكومة السيد السوداني بالتوافق ممثلة الأمم المتحدة موجودة والسفيرة الأمريكية. زين. ومنحت هذه الحكومة ثقة. واحدة من التعهدات اللي قدمها السوداني هو عدم المساس بالوجود الأمريكي والمصالح الأمريكية. شنو الاختلاف؟ الاختلاف إذا أحداث غزة شنو علاقة السوداني بالفصائل؟ فصائل هاي صار لها فترة هاي الفصائل ما أقدر أداخل شوي؟ تفضل إذا عندك ملاحظة تفضل. لا يسمح دكتور بلا زحمة عليك. في منهاج أنا أدعوك أنه تراجع منهاج وبرنامج الحكومة. يعني جزء هذه الفقرة ما غابت إخراج القوات الأمريكية. إخراج القوات الأمريكية. كيف حكومة تتشكل بإعطاء تعهدات أو وعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية؟ هذه ما لها علاقة بما حصل بالأحداث الخضراء. أكو كان ثلث كما يعرف بالثلث الضامن، ثم كان هناك في الجبهة الأخرى تحالف ثلاثي. هذا ما استطاع أن يشكل حكومة، ذهب الثلث الضامن بتشكيل حكومة. يعني ما صار اقتتال بالمنطقة الخضراء؟ صارت بس دكتور صدقني أقول لك إياها بأمانة 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 وباعتزاز. لم يعطى تعهد من قبل حكومة المشكلة الآن اللي هي حكومة السيد محمد الشيع السوداني للأمريكان أو لممثلة الأمم المتحدة ببقاء هذا الوجود. لو كان ما تتفضل به بجزء من الواقعية ومن الحقيقة والموضوعية كان مطلب من عندهم في دافوس عفوا وحتى في بغداد في ذكرى استشهاد القادة انه لا حاجة لنا بهذا الوجود، وضمنها وين؟ في برنامج الحكومة. فقط هاي ملاحظة جنابك. كمل. لا انا اللي اتوقع يعني انا اللي اعرفه غير شيء يعني انا مع احترامي الرأي انا اللي اعرفه غير شيء. احنا اللي صار عندنا في النظم الديمقراطية فازت اغلبية ثلاثية مسعود البرزاني الحلبوسي والتيار الصدري. زين. فازوا هم بالأغلبية. الأغلبية عجزت عن التشكيل لأن الأقلية ما رضت تلتحق بها. دكتور هسه هاي القصة أنا أعرفها وكل الشعب العراقي يعرفها وما حصل من مشاكل ومؤلمة. عالية تراتبية أحداث أحلى نراها. أي إحنا الآن. إحنا الآن عندنا جزء بس. إحنا سندخل في أزمة بس. أنا رح أقول لك شيء. إحنا سندخل في أزمة أكبر من قدراتنا أمنيا وعسكريا واقتصاديا. وين؟ أنت اقتصادك رايح. شايف واحد يروح يكد على عياله يوميا. احنا ننطي بترول ونجيب فلوس ننطي رواتب. اي انهيار في مضيق باب المندب او مضيق هرمز اقرا على الاقتصاد العراقي السلام. زين. ولا موظف ولا متقاعد ولا رعايه اجتماعيه بعد ما نقدر نامنها. هاي عندكم استعداد كسبق نظر في الاحداث لانه بالمناسبه هاي ضابط هاي الصفات ضابط الركن البسيط. عندكم استعداد أن تتخطون هذه المرحلة إذا حصلت حرب إقليمية؟ الجواب لا. وعندكم استعداد أن تمتصون النقمة الجماهيرية؟ الجواب لا. لأنه ترى مع اشتراك التيار الصدري يوم المرجعية استدعت السيد وقت هذا الصدر وقالوا له اشترك بالانتخابات اللي أنتجت الحكومة الحالية كانت نسبة المشاركة 20%. 80% من العراقيين ما كانوا متفاعلين مع النموذج السياسي. عندك استعداد أن تدفع أثمان هذه المجازفات والمقامرات في مصير بلد المستقبل؟ أنا بس ما أما بالنسبة للأمريكان فترى الأمريكان أكو اتفاق مسبق منذ الأيام المعارضة وإلى الآن معهم
والدليل احنا نعرف كل زين، يوم من الايام قلنا له يا بت ترى شويه خفف، خلي يخف الضغط الامريكي عليك، قال اذرع بلشان ادوات الشيطان حاضره في مكتبي. تمام. اشو ابو حاضره في مكتبي؟ منو اللي يقول؟ منو اللي يقول هذا؟ شخص هو يعرف، هو دي يسمعني هسه. يعني قصدك من المسؤولين العراقيين؟ من الراس الهرب بالدوله. زين. وبعد عندنا اسرار ما نريد نقولها حتى لا يزداد العراق احباط، العراقيين احباط وانكسار. تمام. الموضوع يقول لك مو يمنا، مو بساحتنا الان، الموضوع اصلا ساد كاظم، الموضوع اصلا في ساحه خارج الحدود العراقيه ولا علاقه للموضوع بالعراق. المقاومه في سوريا موجوده وقصفت القوات الامريكيه هناك، وممكن هذا يشكل ضغط للمفاوض العراقي، يعني يكون نقطه قوه للمفاوض العراقي. لما المفاوض العراقي راح يروح يقعد ويا الامريكان يقول لهم عندي هاي مقاومه وهذا للناس هاي مطالبهم ويريدون الخروج، فبالتالي وجودكم في العراق هو زعزعة لأمن العراق. نعم، بارك الله فيك أخي العزيز. حقيقة بس خليني أعرج لك على واحدة واحدة. أولا إحنا ما نستصغر نفسنا، إحنا كبار ومعروفين وأبناء عوائل وشهاداتنا أصلية وكرادي أصلي عراقي من أبوين عراقيين، أحمل الجنسية العراقية وأتشرف بولائي للعراق وأتشرف بانتمائي للعراق. ما حد قال لك أستاذ كاظم، ما حد ألقى تهمة يعني. أنا أسولف في الجمهور يعني حتى لا حد يقول إحنا نستصغر نفسنا. لا. ثانيا المقاومة شريفة، المقاومة أخليها على رأسي أنا كاظم الجحيشي، دائما أكرر أقول المقاومة أعتز بها وأتشرف. لا يجي واحد يقزم كلامي ويقول يقلل من شأن المقاومة، أنا ما مقلل من شأن المقاومة، المقاومة هسه دا تقلل من شأن العراق ودا تستصغر العراق وانتهكت سيادة العراق. هاي اثنين ثلاثة مارست المقاومة. يعني أنا هسه قاعد أشوف تناقض بالكلام أستاذ أستاذ كاظم، أنا قاعد أشوف تناقض بالكلام، أنت تقول منا أخليهم على رأسي ومنا تقول يعني قللهم من شأن العراق، تخلي لك واحد يقلل من شأن العراق تخلي على رأسك؟ تفضل. اي هو سؤالي هذا والله، بس فكري هذا التناقض. اسمه تناقض اخي العزيز، المقاومه اخليها على راسي اذا كانت مقاومه تريد تصدح صحيح تخرج المحتل. احنا ما عندنا مقاومه لحد هذه اللحظه. ولي يجيك واحد يقول لك يابا احنا عندنا مقاومه، يعني قزم التيار الصدري وقزم الفرنجي يقول بالسجون موجودين نسبتهم قليله كلش. انا مارست المحاماه، تدري ايش قد حاكميهم اللي يضرب الهمر كانوا حتى ما ملثمين بالشوارع. انا مارست المحاماه بمحكمه الساعه يا استاذنا الفاضل. زين. التيار الصدري موجود المقاومين لحد الان هسه، احنا مو مزايدات. اني لاقوله نرجع وحده. الامريكان يقول منو خرج الامريكان، التفاوض ولا المقاومه؟ لا اخي العزيز، المقاومه السنيه والتيار الصدري بدليل موجوده في كتاب، طلع كتاب بريمر مذكرات بريمر. شو يقول لم نشهد مقاومه شرسه فقط عند التيار الصدري وفي المناطق السنيه. بعد ما جبتوا لي اياها هاي سويتوها فد مره، خلصنا من هاي المرحله الاخيره اللي قال عليها استاذي واخي العزيز الدكتور احمد الشريفي. انا عندي موجوده المعلومه راح اقولها كامله. عام 2011 السيد المالكي وقع وياهم خروج، خرجوا رحم الله والدين السيد المالكي وفرحنا واستبشرنا خير. عندما استاذ كاظم بلا زحمه عليك، سؤال يا مقاومه والله سنيه تحكي لي عليها اللي صارت قاعده لو داعش؟ ثانيا منو اللي انكر؟ عفوا بس عفوا، انت اذا استاذ كاظم حضرتك اذا تستشهد لي الله على القاعده، اسمح لي انا جاي اسالك. عفوا القاعده، انت جاي تستشهد لي ببريمر، انا جاي استشهد لك بمقوله مقاومين عراقيين اعطوا دماء وشهداء. عجيب هذا المنطق، مرة تقول أنا خليهم على رأسي ومرة تنعت المقاومة الآن اللي تريد تخلص البلاد والعباد من شر الأشرار ومن كيد الفجار تقول مو ماكو مقاومة. زين حيدر، بدك تحكي لي على مجاميع رئيس الوزراء منك وبيك، محمد الشيعي السوداني قال هؤلاء مجاميع إرهابية. لا مو صحيح، الذي استهدف البعثات الدبلوماسية قال إرهابية، لم ينعت. حبيبي ليش قول رئيس الوزراء ما لم يقول؟ لم ينعت المقاومة قطعا بالإرهاب. زين بالعكس كان موقفه مشرفا في مؤتمر مصر
وفي مؤتمر جدة وتحدث عن الظلم وتحدث عن المقاومة وكان هو مقاوم بالدرجة الأولى يا عزيز. تمام تمام. أنا هذا شو تفسره ما أعرف أنا. أستاذ كامل أستاذ كامل. جاي أوضح لك. حيدر هي مو جدال. لا لا عفوا جاي أوضح لك مو أجادلك. زين تمام تمام. دكتور حيدر أنا أتمنى من جنابك يمكن أنا الوحيد خلي أكون بهالطريقة وياك. احنا خلنا نتعامل كعراقيين لحل مشكله. انا مدى اقزم المقاومه ان كانت مقاومه، ولكن هنا التناقض وين؟ رئيس الوزراء قعد ويا التحالف يرتب الامور وشكل لجان ووافقوا على عدد من النقاط وهسه ضربوا هنا ايش تعتبرها؟ تعتبرها استخفاف برئيس الوزراء؟ قزموا رئيس الوزراء مع جل احترام. لا لا هسه انا لا لا استاذ كاظم انا هم بخلي اسالك بسمح لي بسمح لي. هذا يتعامل بمعطيات القانون وكرئيس دوله يا دكتور حيدر. تمام تمام استاذ كاظم. دكتور محمد هي الامريكان شو يريدون؟ ايه؟ يريدون يخلقون باون ايه؟ بين رئيس الوزراء والحكومه من جانب وبين المقاومه من جانب. انتم تمسكوا بخطاب رئيس الوزراء واحبطوا عمل المقاومه وقزموا عمل المقاومه. انا ما دا اقول استاذ مويد زين، لكن هو هاي الخطه الحقيقيه هذه ان يكون هناك شحناء وبغضاء وحرق ملفات داخليه. هذا هو الهدف. يجب ان تفهم العالم مقاومه مو ضد الحكومه ولا تستهدف رئيس وزراء. دكتور حيدر الامريكان خبثاء. احسن هو هذا اللي نقوله ونخلص. حطيك بس خليني اكمل هاي الجزئيه. الله يرضى عليك. بس اكمل هاي الجزئيه بسيطه حتى يكون مشاهدنا يفتهم. اولا منو اللي اتى بالامريكان مره ثانيه؟ سماحه السيد السيستاني اطال الله بعمره من نقل فتوى المباركه مالته استنجد بالشعب العراقي. زين قال لهم فتوى واستنجد بالشعب والشعب العراقي ونتشرف نحن الشيعة ومن أبناء عمومتي من الناصرية أو العمارة. زين وعندي شهداء أنا من أبناء عمومتي وأشرف بالحشد الشعبي لبوا نداء المرجعية نشرف ما حد يزاودنا على وطنيتنا. هذا واحد. بينما الطرف الآخر الحاكم استنجد بالأمريكان اللي هو طلعهم جابهم. لا 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 هو استنجد لا عزيزي هو جابهم ووقع معهم. أوضح لا اتفاقية الإطار. تمام تمام استاذ كامل اوكي تمام بامكانك. واضحه استاذ كامل. تمام استاذ كامل اوكي. اخوي كان وياه على الامريكان غير العبادي قال المالكي والمالكي قال العبادي. مو هيك شلون الطريقه؟ ايه احنا عندنا اتفاقيه امنيه اطر متعدده. زين ضمن الاتفاقيه الامنيه كون الامريكان وجهات سياسيه اخرى منعت العراق من التسليح، اكو هذه الاتفاقيه انه اي تعرض يصير او اي تهديد امني على الامن القومي العراقي واجب قوات التحالف او واجب الامريكان ان يشتركوا بدعم واسناد الطيران. ما طلبوا منهم ينشئون قواعد عسكريه زين. ولا طلبوا منهم عودتهم. امريكان كما قال استاذ كاظم خبثاء قالوا قاعدة أنجليك الأمريكي التركية لا تسمح لنا بالطيران، سمحونا من قواعدكم بس للطائرات حتى نساعدكم بهذا المجال. بعد ذلك استغلوا فوضى وانشغال القوات الأمنية وانشغال القيادات العسكرية والسياسية بتحرير مناطق. يعني مو رئيس الوزراء اللي طلبها، طلب العراق مو طلبها المالك بس خلي أكمل السؤال في دوا. مو طلبهم المالكي وقال لهم تعالوا ورفضوا ومن اجى حيدر العبادي اجوا لو لا؟ خويه انا اذكر مقطع لابو مهدي المهندس رضوان الله تعالى عليه. ايه خو ابو مهدي متفق عليه. زين قال طلبنا من الامريكان وقت الحكومه طلبت دعم جوي. ايه بعد ثلاثه اشهر او خمسه اشهر يلا لبوا. بعد تغيير من اجى السيد العبادي طلبنا دعم جوي مو وجود. يقصد ان الحكومه طلبت الدعم، دعم جوي مو زين. وجود مثل ما نقدر، مثل ما طلبنا دعم من الجمهوريه الاسلاميه، مثل ما طلبنا دعم من دول اخرى. هذا لا يعني بقاء قواعد عسكريه، هذا ضد القانون وضد الاتفاقيه الامنيه. فبالتالي احنا من نريد نخلي القضيه بانه هي الحكومه صوتها لا يا اخويا مو الحكومه. وانطيك ازيدك من الشعر بيت سيد عادل عبد المهدي عنده رسالة الآن إذا أريد أشوفك إياها. السفارة الأمريكية بعد استشهاد شهداء القادة وقبلها جابوا له رسالة نقول له نريد نطلع من العراق، ما نريد نبقى. الأمريكان موضوع مو موضوع جديد، بس الأمريكان كذبة مسوفين. إحنا مقتنعين بحكومتنا ونقول إنه السيد رئيس الوزراء جدي
وحقيقي ويريد وصرح وفاعلية العمل موجودة. وأبناء المقاومة شنو يريدون؟ زين يريدون البلد يروح للهلاك. هسه مرة يهددوك بالدولار، مرة يهددوك بالاقتصاد، مرة ما أعرف هسه هو وهم طلع أحمد، الدكتور أحمد شريف طلع بطريقة أنا ما أعرف شنو بصراحة، عنده التزام آخر، قصد صار عنده مرة يهددوك بالدولار. بس هو قال لك أكو إحنا مقبلين على مشاكل وحاسبين حساباتنا. 40 سنة نسمع بيها التهديدات الأمريكية مو من اليوم. زين نفسه هو الملعون لعنة الله عليه صدام حسين قال إحنا دخلنا بمعركة افتراضية أو فرضت علينا من قبل الأمريكان حتى يدمرون اقتصادنا ومواردنا البشرية. زين العراق بحكومته بمقاومته بمن لا يرغب بهذا الوجود، غايتنا يا عزيزي أن يكون العراق حرا أبيا بعيدا عن الاحتلالات والاختلالات، هاي غايتنا. تمام سيد كاظم، ما ممكن ناقش بهذا الملف يعني. سيد كاظم تعليقك. العفو بس دكتور بعد إذنك والأخ دكتور حيدر، أريد أعرج على مسألة، بس عندي سؤال إلى أخوي العزيز دكتور حيدر. أنا باختصار لأنه ما عندي وقت ترى. تفضل سيد كاظم. السيادة قالتنا سيادة العراق على أرض العراق بالكامل لو مجزئة. لا كاملة طبعا. كاملة كاملة. الله يطول. أنا أعرف راح تسألني وأجاوبك. نرفض كل الاعتداء، أي اعتداء يحصل على العراق مرفوض من أي دولة كانت. خلاص متفقين. أنا خلص. المقاومة ليش ما تقصف القواعد التركية؟ اسمع 90 كيلو، بس خليني أكمل الله يرضى عليك، 90 كيلو دخلوا عمق وبنوا بانين 23 قاعدة ثابتة. 23 قاعدة ثابتة. من دخلوا؟ من أفغانستان أو من كردستان؟ عفوا بس اسمح لي دكتور. الله يرضى عليك، حتى انت جاوبني انا اسكت. اجاوبك اجاوب. تفضل تفضل. الله يرضى عليك. 15 مهبط طائره هليكوبتر. اسمع هذني خارج نطاق الاتفاقيه مالتنا، احنا متفقين وياهم تنفيذ عمليات محدوده داخل العراق لمتابعه ومقاتله البكك التنظيم الارهابي. هم ايش سووا؟ خارج القانون، خارج القانون الدولي بالكامل، 90 كيلو دخلوا فوق الاتفاقية، 23 قاعدة ثابتة غصبا ما علينا بنو ثابتة، 15 مهبط طائرات. أنا هنا سؤالي الأخوة في المقاومة الله يرضى عليهم، حتى لا أنت تزعل علي ولا هم يزعلون علي ولا أحد يقول كاظم الجحيشي ضد المقاومة أو لا، أنا ما أنا ضد كل احتلال. ليش المقاومة الأخوة الأعزاء ليش ما يقصفون القواعد التركية؟ هذا السؤال. سؤال جيد أنا جاوبك. اولا استراتيجيه المقاومه هي من تضعها واولويات هي من تحددها، وقطعا اتراك داخل الاراضي العراقيه واحتلال. بس قل لي من دخلوا ومن انطاهم هاي المساحه وش وقت دخلوا ومن اي طريق؟ ثم اذا تم قصفهم ما تطلع حكومه كردستان تقول هذا اعتداء على الاقليم. زين حرس الاقليم شنو دوره؟ وانا ما اريد احرجك استاذ كاظم حبيبي. جهه الموصل هسه تعوف قاعدتين ثلاثه، ماكو جهه الموصل، كل القواعد انا الان امام يعني ما اتحداك. انا قبل فتره هو تعرضت قواعدهم الى قصف طبعا بطريقه مستمره. انا اقول لجنابك لا هو اكو قصف بطريقه مستمره، بس انا اقول لجنابك اذا اكو بحدود الموصل فيا اخويا دليني شو محافظ الموصل يعرف الرجال والقوات الامنيه المتواجده هناك من ندلها. زين ماكو بالموصل، كلها داخل اقليم كردستان. تركيا دخلوا 90 كيلو من جهه تركيا. نعم لا دخلوا من جهه كردستان. من ادوك تريد اصحح لك لو تريد اعطيك النقاط مالتهم؟ احنا ما نقبل. تمام انا استاذ كاظم انتهى وقتي، عبرت على وقت استاذ كاظم. طريق مجلس النواب بمشروع قانون استاذ كاظم، انا عبرت مو قرار. تمام استاذ كاظم ومستشار عضو جمعيه المستشارين استاذ كاظم، انا اريد مشروع قانون من رئيس الوزراء اذا تسمحوا لي. رجاء ما عندي وقت، خلص وقتي استاذ كاظم، خلص وقتي. اشكرك جدا، اشكرك جدا استاذ كاظم جحيشي السياسي المستقل. حيدر ارجو ان لا يعتبر دكتور حيدر انه دا جادر والساجر. لا 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 هذا حوار، هذا حوار وجهة نظر متبادله مهما يكون حدتها او خفتها، هاي مساله طبيعيه. شكرا لك استاذ كاظم الجحيشي، شكرا ايضا للدكتور حيدر البرزنشي، وشكرا للدكتور احمد الشريفي. اشكركم مشاهدينا الكرام، في امان الله.